بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا مراجعة بسيطة لهذا الكشاف الصغير، يعتبر جدا جميل، تقدر تعلقه ممكن على أي حاجة، واللي يتميز كذلك من البطارية اللي فيه ليثيوم، وحجمها جدا جدا خرافي مقارنة بهذا الكشاف. يعني تقريبا سعره أنا أخذته تقريبا 15 ريال، يعني تقريبا بالدولار زي 3 دولار ممكن، أو 3.5 دولار. في 3 ضغطات، وحتى شحنه باليو اس بي، في لمبة، بمجرد ما يكون شحنه ممتلئ راح تطفي معانا هذه اللمبة. هذا الضغطة الأولى، كشاف جدا ما شاء الله تبارك الله قوي. الضغطة الثانية ممكن تقدر تركبه على دراجة أو أي حاجة. أما الضغطة الثالثة، ما شاء الله تبارك الله، شريحة الليد الموجودة في الأعلى، وكذلك في ميزة ما قلتها، تقدر تصغر الضوء عن طريق في أعلى الكشاف، تقدر تحدده. هذا إذا كان المدى تبغى مثلا الضوء إنه يكون يعني مسافة أكبر، وكذا لو كانت المسافة تبغاها أصغر. راح نسوي الآن تجربة عملية، وراح نطفي النور، وراح نشوف معانا زي ما انت شايفين ما شاء الله تبارك الله، هذا الضوء الكبير وهذا الضوء الصغير. الضوء الصغير راح يبان معانا شريحة الليد. خلونا الآن نجرب، مو هذه الضغطة، الضغطة الثانية زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله. فحبيت يعني اوريكم هذا الكشاف. كان معكم اخوكم هلا منال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.